السلام عليكم. في المحاضرة النهاردة إن شاء الله هنشرح واحد من أقوى ألجوريزمات التشفير على الإطلاق اللي ما زال مستخدم لغاية وقتنا هذا، وهو ألجوريزم الدس أو Data Encryption Standard. بالرغم إن ألجوريزم الدس كان الإعلان الرسمي له في سنة 1977، يعني بدأ استخدامه سنة 1977، إلا إن خلال الفترة الأخيرة ديت كلها حصل تطورات كتير جداً. فمثلا سنة 1998 كان جه واحد اسمه جون جيلمور، كان بيقود فريق اسمه Electronic Frontier Foundation، فقدروا ان هم يصمموا كمبيوتر تكلفته $220,000. الكمبيوتر ده سموه ديب كراك، والكمبيوتر ده كان بيتكون من 27 بوردة، كل بوردة عليها 64 بروسيسور. الكمبيوتر ده كان قادر ان هو يجرب 90 مليار مفتاح في الثانية الواحدة. فطبعا كان سنة 1998 ما كانش فيه distributed environment زي موجود حاليا، فقدروا من خلال الكمبيوتر ده ان هم يكسروا من الدس اللي هي تعتبر رسالة 8 حروف متشفرة بمفتاح 8 حروف، قدروا ان هم يكسروا من الدس بعد مرور 4 أيام ونص. فطبعا الكمبيوتر ده ما كانش موجود في الوقت ده في كل الاماكن اللي محتاجة ان هي تكسر الدس، لذلك الدس تعتبر ما زالت آمنة، إلا إن الفريق المطور للدس رجع للحياة تاني بحاجة اسمها التريبل دس أو الثري دس، ودي طبعا الجوريزم بيستخدم مفتاح أكبر بكتير من الأول علشان يرجع الدس للحياة ويخليها تفضل تشتغل لغاية وقتنا هذا. فأنت لو دخلت حتى على الراوتر بتاعك فقط، وده يعني يعتبر يعني أبسط مثال ممكن أي حد يشوفه، هتلاقي بيقولك تستخدم الجوريزم إيه في تشفير الواي فاي بتاعتك، فهتستخدم الـ 3DES ولا تستخدم الـ AES. فهنا الـ Triple DES ما زالت مستخدمة لغاية وقتنا هذا. طبعا الـ DES العادية كانت بتستخدم مفتاح 56 بت، فانت لو عايز تكسرها محتاج انك انت تجرب 2 أس 56 مفتاح، ولو افترضنا انك انت سعيد الحظ وهتنجح في نص عدد المحاولات فهتنجح في 2 أس 55، فانت محتاج تجرب الرقم ده فقط من المفاتيح لحد ما توصل لفك الشفرة. لكن طبعا لما تم تطوير الثري دس فبقى انت محتاج انك انت تجرب 2 أس 112 مفتاح، فده طبعا بالرقم ده، وده طبعا صعب جدا انك انت تقدر انك انت تجربه حتى في الديستريبيوتد انفيرمنت الموجودة حاليا والكلاود والكلام ده كله. طبعا احنا هنتكلم على البروت فورس اتاك بالتفصيل، وهنتكلم عن كل اساليب الاختراق اللي هي اللي الناس اتكلمت عنها، بس في اخر المحاضرة بعد ما نشرح الطريقة نفسها. الاول هنبدأ نتكلم عن نبذة تاريخية عن الدس او كيفية ظهورها. في البداية كان سنة 1973 بالتحديد في 15 مايو الـ NBS أو اللي هو الـ National Bureau of Standards أعمل إعلان إن هو طالب مقترحات لطرق تشفير من أجل تأمين البيانات أثناء إرسالها وتخزينها. ده طبعاً الإعلان اللي هو عمله، وفضل قاعد مستني لغاية 6 أغسطس 1974 ما استقبلش أي مقترحات. في 6 أغسطس 1974 قبل استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون ب3 أيام، IBM قدمت طريقة تشفير للـ NBS سمتها لوسيفير. بعد تقييم الطريقة دي من قبل الـ NSA أو وكالة الأمن القومي اللي هو National Security Agency، الـ NBS اعتمدت اللوسيفير بعد ما عملت عليها بعض التعديلات البسيطة وسمتها Data Encryption Standard، وتم اعتمادها كطريقة تشفير عالمية في 15/7/1977. وعلى الفور تم استخدام الدس مش بس علشان تأمين الديجيتال ميديا، لا كمان علشان تأمين النون ديجيتال ميديا، فتم استخدامها لتأمين خطوط التليفون، لتأمين المكالمات التليفونية، ولتأمين جميع الإشارات المرسلة عبر خطوط التليفون. فتم استخدامها من قبل شركات كتيرة جدا لتأمين جميع مراسلاتها عبر التليفون زي الـ IFF مثلا. ولكن سنة 1980 حصلت حاجة مهمة جدا، ان الـ ANSI اعتمدت الدس على انها معيار اساسي لازم يكون موجود في البنوك، فخد الرقم الـ ANSI X3.92. ده المعيار ده بعده على طول بدأت الدس تستخدم في كل البنوك لتأمين بيانات البنك ولتأمين بيانات العملاء.
هنبدأ نشوف الدس بتشتغل ازاي، بس قبل ما نبدأ نشوف ايه هي المدخلات اللي انا بدخلها للدس. في البداية خالص قبل ما نبدأ، الدس محتاجة ايه؟ محتاجة رسالة تشفرها، فأدى المسج اللي الدس هتستخدمها علشان تشفرها، وبتحتاج كمان الكي اللي هو اللي انا هستخدمه في التشفير. فالرسالة دي بتبقى عبارة عن 64 بت، يعني 64 رقم عبارة عن الصفر والواحد، والكي برضو هيبقى 64 بت. طبعا لو احنا عملنا حسبة بسيطة، فال 64 بت اصلا بتعادل 8 حروف بنظام الاسكي كود. يعني انا ممكن بدل مدي للدس 64 بت او مديلها على طول 8 حروف، وهي تاخد ال 8 حروف تحولهم ل 64 بت، وكذلك الكي هو 64 بت فيبقى برضو 8 حروف. فانا ممكن ادي للدس 8 حروف فقط وهي تاخدهم تحولهم لل 64 بت. كذلك ممكن اديلها 16 رقم بالهكس، الهكس اللي هو الهكسا ديسيمال اللي هو النظام ال 16. احنا معروف ان كل رقم بالهكس بيعادل اربع ارقام بالثنائي، فانا بدل ما اديله ال 64 بت ممكن اديله ال 16 رقم بالهكس، وهو ياخد ال 16 رقم اللي بالهكس دولت يحولهم لل 64 بت. فيبقى انا دلوقتي علشان ما نتلخبطش في اي بحث نقراه، الدس لو انا اديت لها ال 64 بت كرساله وال 64 بت ككي فمفيش مشكله، لكن ممكن برضو ادي لها رساله 8 حروف بنظام الاسكي كود، والكي برضو 8 حروف بنظام الاسكي كود، او ادي لها 16 رقم بالنظام ال 16 وادي لها 16 رقم برضو بالنظام ال 16. تعالى اما ناخد مثال. لو انا اديتك الرساله بتاعتي هنا مثلا، فقلت لك المسج بتاعتي هي عباره عن الكلمه دي اللي هي مثلا كمبيوتر. الكلمة دي زي ما احنا شايفين هي عبارة عن 8 حروف. فأول حاجة هعملها إن أنا هاخد الكلمة دي أحولها للتمن حروف جنب بعض، فيبقوا بالشكل ده مثلا. لو أنا استخدمت الدالة اللي هي عبارة عن مد، فأقول له هتجيب لي الكلمة دي، هثبتها بـ F4، وأقول له هتجيب لي الخلية اللي هنا اللي هي هتبقى اسمها C7، وهتجيب لي من اول هنا هتجيب لي حرف واحد فقط، فهيجيب لي الحرف سي، بعد كده او، بعد كده او ام بي يو تي اي ار، فهي ديت الرساله بتاعتي. الرساله دي هاخدها احولها للاسكي كود، فاقول له هتساوي، واقول له كود، هات لي الكود بتاع كل حرف من دول. فقال لي السي الكود بتاعه 67 لغايه الار الكود بتاعه 114. هاخد كل رقم من دول احوله للنظام الثنائي، فهقول له ديسيمال تو باينري، واقول له حول لي كل رقم من دول بس حوله لي في 8 خانات، علشان طبعا لو هو ينفع يتحول في اقل من 8 خانات لازم يتحول في 8 خانات. فهيبقى التحويل بتاعه بالشكل ده. وطبعا برضو لو انت عايز تحول قبل ما تحولها للثنائي تحولها للهكسا ديسيمال عشان تشوف الهكسا ديسيمال، فانت هتقول له هتساوي، ممكن نحول ده او نحول ده، فنقول له ديسيمال تو هكس، وهتقول له افتح قوس هتحول لي الرقم ده، هتحوله في مكانين بالهكسا ديسيمال، فيطلع بالشكل ده. فيبقى نفس كلمه كمبيوتر اللي هي اللي كانت قدامك دي، ممكن نحطها كده، ممكن انك انت تكتبها بالهكسا ديسيمال فتبقى بالشكل ده. دول طبعا 16 رقم، او ممكن تكتبها بالثنائي على طول فتبقى بالشكل ده، ودول عبارة عن 64 رقم. فلو احنا حبينا نشوف الاعداد بتاعتهم علشان نتأكد، ناخد دول كده كنترول سي ونروح على الوورد، نقول له عدلنا بقى الكلمة دي كم حرف، فيقول لك هنا الكلمة دي 8 حروف. لو قلنا له دول كم حرف، فيقول لك دول عبارة عن 16 حرف، ولو قلنا له دول كم حرف، فيقول لك دول 64 حرف. تعال بقى نشوف الدس بتشتغل ازاي. في البداية خالص لو انا رحت هنا على المثال اللي احنا هنشتغل عليه، فهو هنا مديني الام بتساوي واداني 16 رقم بالهكس، فمفيش مشكلة، هو ده الرسالة اللي انا هشتغل عليها. هناخدها كنترول وسي كده نحطها قدامنا، بس افتح شيت جديد وهنحط الرساله دي قدامنا عشان هنشتغل عليها. هنسيب الرساله دلوقتي ونشوف المفتاح.
هو في نفس الوقت هنا اداني المفتاح بيساوي القيمة دي برضو 16 رقم بالهكس، فناخدهم كده قدامي احطهم هنا. واحنا هنبدأ الشغل الاساسي بتاعنا كله الاول على المفتاح، يعني هنبدأ الاول على المفتاح وبعد كده نبقى نشوف الرسالة. اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد المفتاح ده اللي هو بالنظام الستاشر هنحوله للثنائي. احنا هننسى الرسالة بتاعتنا خالص دلوقتي، هنقعد نشتغل على المفتاح فترة طويلة جدا، هنطلع منه 16 مفتاح، وبعد كده ال 16 مفتاح الجزء اللي احنا طلعناهم دولت هنستخدمهم في تشفير الرسالة. فاحنا ننسى الرسالة خالص، هنخلص شغل على المفتاح ونرجع للرسالة. طيب اول حاجة هعملها ان انا اخد المفتاح ده احوله للنظام الثنائي. فانا هعمل هنا حاجة اقول له مثلا هبدأ بالرقم 1 وبعدين 3 عشان اخد 2 2 واستمر لغاية 15 لان هي 16 حرف، واقول له هنا هستخدم الدالة مت في ان انا اروح على الرسالة دي اثبتها ب F4 واقول له هتروح لي من اول المكان ده هتجيب لي حرفين. فزي ما احنا شايفين ده كده اول رقمين اللي هما 13 بعد كده 34 اهي، بعد كده اخر رقمين F1 اللي هي دي. كل الرقمين من دول هما رقمين بالنظام ال 16 هاخدهم احولهم للثنائي، فهقول له هنا هاكس تو باينري واقول له افتح قوس واقول له الرقمين دول هتاخدهم وتحولهم للثنائي في 8 اماكن واقول له انتر فيطلع بالشكل ده. كده بقى عندي الرساله بالنظام الثنائي، هاخد دي كده احطها كلها ورا بعضها في النوت باد بالشكل ده، اجيبهم كلهم ورا بعض. ممكن بقى نعمل حاجه بسيطه جدا ان احنا نستبدل كل زيرو ب زيرو كوما ونستبدل كل واحد بواحد كوما علشان نحط كوماس في النص كده عشان نقدر نفصل القيم دي بسهوله في الاكسل. فاخدهم كده كنترول واكس واروح هنا مثلا، نفترض ان احنا هنشتغل من اول الخليه دي كده، خلايا جديده خالص اهيت علشان ما تلخبطش نفسك. هحط القيم اللي معايا دي كده وبعد كده هروح عند قيمه الداتا واقول له تكست تو كولومز واقول له ديليميتد نيكست واقول له كوما واشيل التاب دي واقول له نيكست وفينش. كده انا بقى عندي 64 بت زي ما انت شايف كده، ال 64 دي من اول البت رقم 0 من اول البت رقم 1 طيب لغايه البت رقم 64 دولت كده ال 64 بت بتوع المفتاح من اول البت رقم 1 لغايه البت رقم 64. ممكن بقى نصغر الخلايا دي شويه علشان نعرف نبص عليهم بشكل كامل، فاقوم قايل له صغرهم لي. فديت البتس اللي هي اللي قدامك بتاعت المفتاح، المفتاح بتاعي 64 بت من اول البت رقم 1 لحد البت رقم 64. وركز جدا على الترتيب بتاع البتس ده علشان ده احنا هنغير فيه حالا، كل شويه هنغير حاجه. اول خطوه هعملها في المفتاح ان انا هاخد المفتاح ده كله ادخله على حاجه اسمها البي سي 1. ايه هو البي سي 1 ده؟ البي سي 1 ده عباره عن تغيير ترتيب البيتس فقط، يعني اجيب البت رقم 57 احطها اول بت، بعد كده اجيب البت رقم 49 احطها ثاني بت، لغايه البت رقم 4 احطها اخر بت. لما تيجي تبص على ده هتلاقيه ببساطه خالص عباره عن 1 2 3 4 5 6 7، دولت عباره عن 7 في 8 صفوف، 1 2 3 4 5 6 7 8. ف7 في 8 ب 56. انا المفتاح اللي عندي اصلا كان 64 بت، فلما يبقوا دولت 57 بت يبقى انا حذفت 8 بت كاملين. هو هنا مش هتلاقي البت رقم 8 ولا 16 ولا 24 ولا 32 ولا 40 وهكذا، يعني كل مضاعفات ال 8 اتشالت. فاحنا هناخد البي سي 1 ده هقول له كنترول وسي، هروح احطه في النوت باد الاول واقول له استبدل لي كل المسافات بكوما واقول له ريبليس اول واقول له كانسل، بعد كده احط هنا كوما واخليهم على صف واحد وهنا 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 فكده خليتهم كلهم ورا بعض. هروح هنا على الاكسل احط دول قدامي كده هنا
هو حطهم اوتوماتيك قدامي، بس انا محتاج بس ان انا اوسع الخلايا شويه. لما تيجي تبص هتلاقي بقى عندي 56 بت فقط من ال 64 بت، كل مضاعفات ال 8 اتمسحت، ال 8 وال 16 وال 24 وال 32 وال 40 وال 48 وال 56 وال 64. هنيجي نعمل دالة بسيطة جدا، فهكتب دالة اسمها اتش لوك اب واقول له هتدور لي على الرقم ده في المجموعة دي كده واثبتها ب F4 عشان اعرف اسحب الدالة، واقول له هتجيب لي الصف رقم 2 اللي هو اللي فيه الارقام الاصفار والوحيد ده، وهقول له فولس او اكزاكت ماتش. كده البت رقم 57 محطوط هنا واحد. لما نروح هنا عند البت رقم 57، فالبت رقم 57 هنا كانت واحد، فانا كاني جبت البت رقم 57 دي حطيتها اول بت. فلما نسحب الداله دي كده لكل التنفيذ، فيبقى انا خليت المفتاح بتاعي 56 بت فقط، المفتاح الاصلي بتاعي كان 64 بت، انا خليت المفتاح ده 56 بت فقط، عباره عن الشكل اللي قدامك ده. اخر بت عباره عن البت رقم 4 وهي بواحد اهيت، البت رقم 4 بواحد، البت رقم 3 ديت مثلا بزيرو، فشوف البت رقم 3 هنا بزيرو اهيت، وهكذا غيرت ترتيب البتس فقط. فالبي سي 1 مش اكتر من ان هو عباره عن جدول بيلخبط البتس اللي قدامك دي. فلما اروح له هنا هو هيجيب البت رقم 57 هيحطها اول بت، البت رقم 49 تاني بت، البت رقم 41 تالت بت، وهكذا لغايه الاخر، وهيحذف 8 بتس كاملين اللي هم كل مضاعفات ال 8. لما تاخد القيم دي كده تحطها قدامك كنترول وسي وتحطها في النوت باد هنا مثلا، وتقول له استبدل لي كل المسافه دي بما فيش، فيبقى دولت ال 64 بت قدامي، واجيب هنا اللي هو طلعهم في البحث اللي هو بعد ما عوض بالبي سي 1 هو المفروض طلع الناتج ده في لا ده المفتاح الاصلي لما هو عوض في البي سي 1 فطلع اللي هو الناتج ده. لما ناخد ده كده كنترول وسي ونحطه تحت ده هتلاقيهم هم نفسهم بالظبط، بس نشيل المسافات دي. لو خدت الاثنين دول كده وحطيتهم على البايثون وقلت له بيساوي بعض ولا لا، فهقول له هنا مثلا هل دي كده بتساوي الثانيه دي، فيقول لك ترو. دلوقتي انا عندي المفتاح بتاعي عباره عن 56 بت، ال 56 بت دولت انا هاخدهم، فهاخدهم كده كنترول وسي وانزل تحت كده شويه احطهم هنا واقول له بيست سبيشال فاليوز علشان ما تديش كداله. انا هنا ال 56 بت دولت هقسمهم ل 28 و 28، فابدا هنا من اول واحد اثنين لحد 28، دول كده النص الاولاني، واخد الباقيين دول كده ابعدهم شويه يعني بخليهم مثلا يبداوا من اول هنا كده، ودولت هيبقوا النص الثاني برضو 28. الشويه دولت كده هسميهم سي 0 واللي هناك دولت هسميهم الدي 0، وممكن نكبر ده شويه كده عشان نميزه ونحطها بلون كده قدامك، ودي كذلك باللون الاصفر. دلوقتي من السي 0 والدي 0 هجيب السي 1 والدي 1، وهفضل
استمر لغايه لما اجيب السي 16 والدي 16 والدي يعني كده لغايه السي 16 وهرجع هنا بنفس الطريقه اجيب لغايه الدي 16. طب دول هيجوا ازاي؟ هيجي انك انت فقط هتعمل عمليه شيفت ليفت، بس هتعمل شيفت ليفت بالمقدار اللي انا هكتبه هنا كده، هكتبه هنا مثلا نعمل دول باللون الاحمر مثلا او اللون ده مثلا، ونعلمهم كده نعمل لهم بوردرز كده عشان تبقوا قدامك. انا هنا هعمل واحدين ست اتنينات، واحد ست اتنينات واحد، يعني هتفضل تعمل لكل اللي قبلك شيفت ليفت. اول مره شيفت ليفت بمره واحده، فاقوم واخد اول بت دي كده كنترول وسي حاططها في الاخر، واقوم واخد اللي بعدها دولت كلهم كده في الاول، يعني كاني جبت اول بت دي فقط حطيتها في الاخر. نفس اللي انا عملته ده هنا هعمله هنا في الدي، فاقوم رايح هنا اقول له اول بت دي شيفت ليفت، فهشيل اول بت دي احطها في الاخر خالص، فاخدها كنترول وسي واروح احطها هنا، والباقي ده كله كنترول وسي هحطه هنا، وبرده هظللها لك اهوت. دي كده اول شيفت ليفت. طيب تاني شيفت ليفت بمقدار واحد برضو، واحد اهو، فهنقوم رايحين اول واحدة دي هشيلها من هنا كنترول وسي واحطها هنا، والباقيين دولت كلهم من هشيلهم كنترول وسي واحطهم هنا، فيبقى انا هنا كده اول بت دي برضو شلتها من هنا وحطيتها هنا، وكذلك ده برضو هعمله هنا فهشيل اول بت دي من هنا كنترول وسي واحطها هنا، وبعد كده اشيل كل الباقي ده كله. انا بعمل بيست سبيشال فاليوز علشان ما يجيبش الالوان، فهنا يبقى انا شلت اول بت دي وحطيتها في الاخر خالص هنا. طيب اللي بعد كده اللي عليها الدور شيفت ليفت مرتين، فشيفت ليفت مرتين يبقى انا هشيل اول اتنين بت دول كده كنترول وسي هشيلهم من هنا احطهم هنا، فيبقى انا شلت الاتنين دول كده وحطيتهم هما الاتنين هنا، والباقيين دولت كلهم بقى زي ما هما، حطيتهم من اول هنا حطيتهم هنا، فيبقى انت فقط شلت الواحد ده كده قمت حاطه هنا، وقمت شايل الواحد ده كده قمت حاطه هنا، وبعدين الباقي كله زي ما هو، يعني كان شلت ده حطيته في الاخر وشلت ده وحطيته بعده. كذلك ده هعمله هنا، فهنشيل اول اتنين دول هنحطهم في الاخر، وهنجيب الباقي كله هنحطه في الاول. بعد كده شيفت ليفت بمقدار اتنين، فاحنا هنشيل اول اتنين دول هنحطهم في الاخر، وهنجيب الباقي كله هنحطه في الاول، وهناك برضو نفس الكلام هنشيل اول اتنين نحطهم في الاخر، وهنجيب الباقي كله نحطه في الاول. اللي بعد كده اتنين، فاحنا هنشيل اول اتنين هنحطهم في الاخر، وهجيب اللي بعد كده كل دول هحطهم في الاول، وهنا برضو كذلك نفس الكلام هنشيل اول اتنين دول نحطهم في الاخر، والباقي هنحطهم في الاول. بعد كده برضو هنا اتنين، فهنشيل اول اتنين هنحطهم هنا، وهنجيب الباقي في الاول، وكذلك هنا اول اتنين كنترول سي نحطهم في الاخر، وبعد كده اللي بعد كده في الاول.
بعد كده 2 برضو، فيبقى هنا هناخد اول 2 في الاخر والبيتس كلها ديت هتبقى في الاول. ممكن بقى نعمل واحده بواحده عشان نخلص واحده بواحده اسرع. بعد كده 2، فهناخد دولت 2 كنترول وسي هنحطهم هنا، وهنطلع كل دول هنحطهم في الاخر في الاول كده. بعد كده 1 فقط، فهناخد اول بت فقط كنترول وسي هنحطها هنا، والباقي ده كله هنحطه هنا. بعد كده 2، فهناخد اول 2 والباقي هنا. بعد كده 2، هناخد 2 وهناخد الباقي ده هنوديه في الاول. هناخد الاثنين دول هنحطهم هنا، والباقي ده كله في الاول. 2 بعد كده 2، بعد كده الباقي ده بعد كده 2 بعد كده 2 بعد كده 1 فقط، فهناخد دي كده في الاول هنحطها في الاخر، والباقي ده كله هنحطه في الاول. نفس اللي عملناه في السيهات هنا هنعملها في الدي. فنقول له احنا كنا وصلنا هنا ل 2، يبقى هناخد 2 كنترول سي هنروح نحطهم هنا، وهناخد الباقي ده كله هنحطه في الاول. طبعا هنا الالوان باظت شويه بس مش مشكله، احنا ممكن نشيل الالوان دي كلها عشان ما تلخبطكش. بعد كده عندنا هنا 2، فهناخد 2 دول كنترول وسي هنحطهم هنا، وهناخد الباقي هنحطه في الاول. بعد كده 1، فهناخد اول بت هنوديها في الاخر، وكده دول كلهم بقوا في الاول. بعد كده 2، هناخد 2 هنوديهم في الاخر، والباقي كله في الاول. 2 والباقي ده في الاول. 2 والباقي ده في الاول. 2 والباقي في الاول. 2 والباقي في الاول. بعد كده 2، هناخد اول 2 بت هنحطهم اخر 2 بت، وبالتالي اللي في الاول خالص بقوم اللي في الاخر دولت بقوا في الاول. واخر مره بت واحده، فننقل بت واحده فقط للشمال من الشمال لليمين، وناخد كل دول هنحطهم في الاول. كده بقى عندنا من اول C1 D1 C2 D2 C3 D3 لغايه C16 ودي 16. تعالى بقى ما ناخد القيم ديت كده ونقارنها باللي في البحث هنا. فهو هنا انت بعد ما دخلت المفتاح بتاعك على البي سي 1 وطلع لك ال 56 بت، قسمتهم لسي 0 ودي 0، بعد كده عملت عليهم الليفتس ديت 1 6 2 1 6 2 1، فطلعت منهم السي 1 دي 1 السي 2 دي 2 لحد السي 16 دي 16. تعالى ما نقارن القيم دي بالقيم بتاعتنا، فهناخد دول كده ديت السي 16 مثلا، هناخدها كنترول وسي ونحطها هنا في البايثون، نقول له دي كده بتساوي، ونجيب القيم بتاعتنا بتاعت السي 16، لان لو السي 16 صح هيبقى كل اللي قبلها صح في الغالب يعني. هنقول له كنترول وسي ونحطها هنا، نقول له شيل المسافات ريبليس اول، ناخد دول كده كنترول وسي ونشوفهم هل هم نفس التانيين اللي هم اللي عندنا ترو. يبقى احنا كده كل شغل السي صح. نشوف شغل الدي كله، فهنروح هنا عند الدي 16
كنترول وسي واقول له هل دي بتساوي، ونقول له اللي هنا اللي احنا طلعناهم ديت الدي، كنترول وسي، واروح على النوت باد احطهم هنا واقول له شيل المسافات واخدهم كده احطهم هنا ترو، يبقى احنا كده الاثنين صح. وكده احنا طلعنا من اول سي 1 ودي 1 لحد سي 16 ودي 16. دلوقتي هنعمل حاجه ظريفه جدا، ان احنا هناخد من اول السي 1 والدي 1 جنب بعض، هناخد السي 1 والدي 1 جنب بعض، وبعد كده السي 2 والدي 2 جنب بعض، فكاني هاخد دول كده كلهم زي ما انت شايف كده. لو انا عملت لك زوم كده عشان تشوف اللي انا علمت عليه، فانا علمت على القيم اللي انا طلعتها السي 1 والدي 1 السي 2 والدي 2 لحد السي 16 والدي 16. علشان ما اضيعش اللي انا عملته، فانا اخدهم كده كنترول وسي واحطهم هنا مثلا. كده عندي من اول السي 1 والسي 2 لغايه السي 16، وقصادهم الدي 1 والدي 2 لغايه الدي 16. تعالى اما نعلم على دول كده ونصغر الفونت، نصغر الخليه قصدي الاول كده، وبعد كده اروح هنا عند الحاجات اللي في النص دي كلها هشيلها. فلما اشيل دول كده مبدئيا، مش هشيل الدي دلوقتي عشان تبقى شايفها، كنترول وناقص عشان اشيلهم. فكده لو انا شلت الخليه دي كمان، فانا كده حطيت السي 1 جنب الدي 1، يعني ادي السي 1 اهي، دي السي 1 وجنبها الدي 1، السي 2 وجنبها الدي 2 لغايه السي 16 وجنبها الدي 16. هشيل دي كده كلها بقى كده، واشيل الخليه العمود ده كمان. فكده انا بقى عندي 16 قيمه، سميهم مثلا كي 1 لحد كي 16، دول كده 16 قيمه. كل واحده من دول عباره عن 56 بت، لان السي 28 والدي 28، فيبقى كل واحده من دولت عباره عن 56 بت. فلما ارقمهم كده من اول واحد لحد 56 زي ما احنا شايفين، بس نكبر الخلايا شويه، فانت هتشوف ان دي البتس من اول البت رقم 1، البت رقم 2، البت رقم 3 لحد البت رقم 56 في الكي 1 والكي 2 والكي 3 والكي 16. وكل كي من ديت هي عباره عن السي والدي جنب بعض، يعني الكي 6 هي عباره عن السي 6 واحط جنبها الدي 6. انا هاجي بقى اخد كل مفتاح من دول او مدخله على البي سي 2. ايه هو البي سي 2 ده؟ هو عباره عن الجدول اللي قدامنا ده. الجدول اللي قدامنا ده هياخد البت رقم 14 هيحطها اول بت، البت رقم 17 هيحطها ثاني بت، البت رقم 11 هيحطها ثالث بت في كل واحده من دول. يعني الكي 1 مثلا هيقوم رايح عند البت رقم 14 هيحطها اول بت، بعد كده هيقوم رايح للبت رقم 17 هيحطها ثاني بت، وهكذا. طب البي سي 2 ده بيعمل ايه؟ البي سي 2 ده بياخد 56 ويطلع 48. يعني لو بصيت على البي سي 2 ده، فهتلاقيه عباره عن 6، 1 2 3 4 5 6، 6 اعمده في 8 صفوف، 1 2 3 4 5 6 7 8. ف 6 في 8 ب 48. يبقى هو هيحذف بتس معينه، بحيث ان في الاخر خالص المفتاح اللي كان 56 بت ده حوله ل 48 بت. طيب تعالى اما نعمل ده، احنا هنا هنقول له هنكتب من اول البت رقم 1، هنكتب البتس اللي هي اللي قدامنا دي في البي سي 2، بس هكتب من فوق كده من اول 1 لحد 48 عشان ما تنساش. فلما اكتبه كده من اول 1 لحد 48، هجيب بقى البي سي 2 ده افصله، فهقول له هنا شيل دول، واقول له هروح هنا هقول له هات لي البي سي 2 ده كنترول وسي، حطهم في النوت باد، وبعد كده اجيب الباقيين بتوعهم هنا دول عشان هو كان محطوط هنا على صفحتين. فكده ده البي سي 2 قدامي، هقول له استبدل لي المسافه بكوما عشان اعرف احطهم على طول في الاكسل، واشيل بعد كده بقى السطور دي كلها، فاقول له هنا حط كوما واحذف الصف. اما اعلم على ده كده كنترول سي، واروح هنا اقوم حاططهم هنا كده،
فكده ديت القيم من اول 14 17 11 لحد 32 زي ما انت شايف كده، هم 48 بت. يبقى احنا كده فهمنا المطلوب. المطلوب دلوقتي ان انا عندي هنا 16 مفتاح، كل مفتاح فيهم 56 بت من اول الكي 1 لحد الكي 16. انا مطلوب اخد كل واحد من دول على حده او مدخله على البي سي 2. البي سي 2 هيعمل ايه؟ هيقوم جايب البتس ديت مغير ترتيبها وهيقوم لغي منهم 8، فهيدخل هنا البت رقم 14 هيجيبها اول بت، البت رقم 17 هيجيبها ثاني بت، البت رقم 11 هيجيبها ثالث بت وهكذا. فلما يروح هنا عند البت رقم 14 اول بت اللي هي اللي كانت هنا 0 فهيجيبها اول بت هنا وهكذا. لما هيعمل ده هيحذف 8 بت كاملين، فهيبقى المفتاح بتاعي بدل ما كان 56 بت بقى 48 بت. طب احنا لو حبينا نعمل ده في خطوه واحده علشان ما نقعدش نعمل الكلام ده لكل واحد على حده، فاحنا ممكن نسيب هنا شويه صفوف فاضيه كده ونقول له احنا هنبدا هنا من اول الكي 1 لحد الكي 16 عادي خالص، بس بعد التعديل بعد الدخول على البي سي 2. هنحط هنا بقى الارقام من اول الصف رقم 2 لحد الصف رقم 17، لان هنا دول 17 صف بالهيدر اللي فوق اللي هو اللي فيه ارقام البيتس، فالصف ده فعليا هو الصف الثاني. هنيجي هنا بقى نوسع الخليه دي خالص كده ونقول له هتعمل لي ده اللي اسمها اتش لوك اب. انت هتبحث عن القيمه دي، وطبعا انا المفروض اثبت العنوان ده بس اثبته كصف فقط، فلما ادوس اف 4 اول مره كده يتثبت كخليه، ثاني مره كده يتثبت كصف فقط، فانا عايز اثبته كصف اللي هو الصف التاسع في دولار ساين 9 فقط، يعني الصف التاسع. فدي القيمه اللي انا هبحث عنها. هتبحث عنها فين؟ هبحث عنها في المصفوفه دي، فاروح عند المصفوفه دي كلها اعلم عليها من اول هنا لحد الاخر خالص كده، واثبت العنوان بتاعها بف 4 علشان ما يغيروش، وبعد كده اقوم قايل له كوما واقول له لما هتدور عليها هتجيب الصف بقى اللي هنا، بس لما احطها برده اثبت العمود بتاع ده، فلما اثبت العمود بتاع ده اثبته بايه؟ بف 4 اول مره، ثاني مره للصف، ثالث مره للعمود، وبعد كده اقول له فولس اللي هو اكزاكت ماتش. دلوقتي لما انا اشوف ده كده، لو انا سحبت الخليه دي كده لحد هنا، ولو انا سحبتها لحد تحت، بس احنا ممكن نصغر مش عارف بقى انا جبتها 16 يعني، نبقى نشوف بالشبح كده وكده 16 يعني جت معانا بالظبط سبحان الله. فاحنا هنا دي كده البيتس بتاعتي. لو جينا خدنا اي سامبل مثلا اللي هو رقم 10، رقم 10 اول بت اللي هي البت رقم 14 بواحد، وتاني بت 17 بزيرو. تعال نشوف البت رقم 14 بواحد، البت رقم 14 هنا اهيت بواحد، والبت رقم 17 بزيرو. طيب ممكن برضو علشان تتاكد، هو ده دلوقتي المفتاح بتاعك، المفتاح بتاعك ده بقى 16 مفتاح، ال 16 مفتاح دولت كل مفتاح منهم 48 بت. هناخد بس المفتاح رقم 16 نتاكد ان هو زي اللي في البحث بالظبط، فناخده كنترول وسي واقول له وديه هنا في النوت باد واقول له كنترول اتش. هتستبدل المسافه دي، هتستبدلها بما فيش، وناخدهم نوديهم على البايثون ونقول له قارن لي دي كده بتساوي اللي في البحث هنا. بعد ما يدخل القيم بتاعته على البي سي 2 هيطلع بقى الكي 1 والكي 2 والكي 3 اللي هو كل واحد فيهم 48 بت لغايه الكي 16 اللي هو ده. فهناخد ده كده كنترول وسي وهنروح نحطه هنا، بس هنشيل برده المسافات دي. لما ناخد ده كده كنترول سي ونروح نحطه هنا قال لي ترو، فاحنا كده كل شغلنا صح. يبقى كده زي ما احنا شايفين احنا عندنا 16 مفتاح، كل مفتاح عباره عن 48 بت. وكده احنا خلصنا شغل على المفتاح. بقى عندنا من المفتاح الاصلي اللي كان عندنا طلعنا منه 16 مفتاح، كل مفتاح 48 بت. دلوقتي هناخد ال 16 مفتاح دولت كده نحطهم على جنب. فلو انا
عملت كده هقول له الاول كوبي بيست سبيشال فاليوز علشان القيم ما تتغيرش، وهمسح بقى كل دول من اول هنا لغايه البدايه خالص، بس هسيب الرساله والمفتاح فقط. فكده اللي قدامي دول عباره عن ال 16 مفتاح اللي انا هستخدمهم في التشفير خلال المراحل اللي همر بيها في تشفير الرساله. وزي ما عملت في المفتاح بالظبط هروح للرساله، اخد الرساله بتاعتي كنترول سي، واروح هنا اقول له انا هبدا اشفر الرساله. فاول خطوه هعملها ان انا هحول الرساله دي للنظام الثنائي، فدي الرساله اللي قدامي. برضه هقول له هنا نكبر الفونت بقى تاني، واقول له هتبدا لي من الحرف رقم 1 بعدين 3 عشان دول 16 رقم بالهكس، فانا هناخدهم 2 ب2 لغايه 15، واقول له هتجيب حرفين بحرفين، فاقول له هنا الداله بتاعت ميد، واقول له هتجيب لي الرساله دي اف 4، ممكن نكبر الفونت الاول شويه كمان، فاقول له بتساوي ميد افتح قوس، واقول له هنا اللي هنا اف 4 هتبدا من الاول هنا وتاخد حرفين، فكده اول حاجتين 0 1، بعد كده 2 3 لحد اخر حاجه اي اف. هناخد دول تحولهم للثنائي، فاقول له اللي هنا هيساوي هكس تو ديسيمال هكس تو باينري سوري، هناخد اللي هنا هنحوله للثنائي بس هحوله في 8 خانات، و اخد دولت كلهم كده كنترول سي، اروح احطهم على النوت باد واقول له استبدلهم ب، هشيل السطور الفاضيه دي كده كلها واستبدل هنا الزيرو بزيرو كوما، واستبدل الواحد بالواحد كوما، وبكده يبقى انا عندي دول ممكن اخدهم احطهم في الاكسل على طول بالشكل ده. دولت كده البيتس من اول البيت رقم 1 لحد البيت رقم 64 اللي هي الرساله بتاعتي. اللي هيحصل بقى دلوقتي ان انا هاخد اول 32 بت، الاول ممكن نصغر الفونت كده شويه الخلايا سوري، نصغر الخلايا دي كده شويه علشان تبقى على قد الحجم فقط. انا هاخد اول 32 بت من دول يعني لحد هنا، وبعدين هاخد ال 32 التانيين كده. انا خدت اول جزء وخدت تاني جزء، برضو نكبر الخلايا دي تاني عشان تكفي. زي ما احنا شايفين كده لما نبص هنا انا خدت من اول البت رقم 1 لحد البت رقم 32، دولت كده هسميهم اللفت يعني الجزء الشمال من الرساله، دولت ال 32 بت الاولانيين. وبعد كده هاخد من اول البت رقم 33 لحد البت رقم 64، ديت كده هسميها رايت، ودي الجزء اليمين من الرساله. فانا كده كاني خدت الرساله الاول حولتها للثنائي قسمتها نصين، كل نص 32 بت. الجزء الشمال والجزء اليمين انا هبدا اشتغل عليهم بصوره مستقله بعد شويه، بس انا في البدايه خالص دلوقتي هرجع احطهم جنب بعض اهم. ادا الجزء الشمال كنترول سي حطه هنا، وادا الجزء اليمين كنترول سي هحطه هنا. دلوقتي انا اول حاجه هعملها ان انا هدخل على حاجه اسمها الانيشال بيرميوتيشن. الانيشال بيرميوتيشن ده جدول زي ما انت شايف كده، جدول 64 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في 8 صفوف 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. ال 64 بس ال 64 بت فقط بيعيد ترتيبهم، فيجيب البت رقم 58 اول بت، البت رقم 50 ثاني بت، البت رقم 42 ثالث بت وهكذا. فاحنا هناخد دول كده بالشكل ده كنترول سي، واروح احطهم هنا واستبدل المسافه بالكوما زي ما اتعودنا، وبعد كده احط هنا كوما واشيل الصف.
الجدول ده كده كنترول سي، هاخده احطه في الاكسل قدامي كده. فكده دولت عباره عن 64 بت كاملين زي ما انت شايف، بس متلخبطين الترتيب، يعني البت رقم 7 بقت اخر بت، البت رقم 15 اللي قبل الاخيره. في الاول خالص جبت البت رقم 58، بعد كده تاني بت بقت البت رقم 50 وهكذا. انا هلخبط البتس ديت وفقا للترتيب ده، فهقول له هنا بتساوي، هقول له الداله اتش لوك اب، هقول له هتدور لي على القيمه اللي هي دي، هتدور عليها في الجدول ده. واثبته باف 4 واقول له كوما، واقول له هتجيب لي الصف رقم 2 وفولس اللي هو اكزاكت ماتش. كده البت رقم 58 لما هي بواحد، لما نروح هنا عند البت رقم 58 هتلاقيها بواحد. فجبت البت رقم 58 اول بت. بعد كده هسحب الخليه دي كده لحد لهنا، البت رقم 7 بصفر، لما نروح للبت رقم 7 هنلاقيها بصفر. هناخد دول بقى نقسمهم الليفت والرايت زي ما كنا عاملين بالظبط. فاحنا هنيجي هنا من اول هنا لحد البت رقم 32، بص للي فوق هنا ده رقم 32 اهو، فهناخد لغايه هنا، ده كده الجزء الشمالي. فهننزل هنا هنقول له كده بيست سبيشال فاليوز، يبقى ده الجزء الشمال وهنسميه ليفت، وبادئ من اول واحد لحد 32. وهناخد من اول البت رقم 33 دي ولغايه ال 64 كنترول وسي، وهنحطهم تحت هنا برضو بيست سبيشال فاليوز، وديت هنسميها الرايت الجزء اليمين من الرساله، ودولت برضو عباره عن 32 بت بادئين من اول واحد 2 لحد 32. فيبقى احنا دلوقتي طبقنا الانيشال بيرميوتيشن اللي هو الاي بي، الجدول بتاع الاي بي طبقناه، فطلعنا عندنا الليفت وطلعنا الرايت اللي هو الجزء الشمال من الرساله والجزء اليمين من الرساله بعد تطبيق الجدول اي بي. اللي احنا جبناهم دول هما ال L0 وال R0. احنا دلوقتي هنمشي 16 جولة، كل جولة هنجيب ال L1 وال R1. يعني لو كتبنا كده، فاحنا اول جولة هنجيب ال L1 وال R1، بعد كده هنجيب ال L2 وال R2، بعد كده ال L3 وال R3، وهكذا لحد ما نجيب ال L16 وال R16. طبعا من الصعب جدا ان احنا نعمل كل الخطوات ديت قدامك دلوقتي، فاحنا هنعمل خطوتين اتنين، يعني هنجيب ال L1 وال R1 وال L2 وال R2، وبعدين نكمل خطوات من اول ال L16 وال R16. بس هنسيب في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده لينك لثلاث فيديوهات تطبيق كامل للتس على الاكسل، علشان لو انت مهتم انك انت تطبقها على الاكسل بشكل كامل. مبدئيا ازاي هنجيب ال L وال R؟ يعني احنا زي ما احنا شايفين كان عندنا في البدايه خالص ال 0 و R0. هنجيب منهم ال L1 وال R1، بعد كده هنجيب من اللي يطلعهم دول ال L2 وال R2 وهكذا. طب دولت هيجوا ازاي؟ لما نيجي نجيبهم احنا هنحفظ المعادله دي، ان احنا عندنا ال L اللي عليها الدور هي عباره عن ال R اللي قبلها على طول. طيب وبالنسبه لل R اللي عليها الدور، ال R اللي عليها الدور هي عباره عن ال L اللي قبلها معمول لها XOR مع اللي هيطلع من دالة هنشرحها بتتنفذ ازاي، على الار اللي قبلها مع المفتاح رقم ان. يعني انت عايز تجيب الار ان، فانت هتجيب المفتاح رقم ان من ال 16 مفتاح اللي انت طلعتهم في البداية، هتعمل دالة، الدالة دي هتطلع قيمة من المفتاح والار اللي قبلها، هتعملها اكس اور مع ال اللي قبلها تطلع الار. فاحنا لو ببساطة خالص كده حبينا ان احنا نعمل رسم توضيحي، انا عندي هنا مثلا ال L0 وال R0، عايز اجيب ال L1 وال R1. طيب ال L1 هتيجي ازاي؟ هي ال R اللي قبلها على طول، يعني تاخد ال R اللي قبلها على طول، يبقى هي ديت ال L1. طيب ال R1 بقى هتساوي ايه؟ بتساوي ال L اللي قبلها اللي هي دي، فهتبقى ال L0 زائد، هتطبق دالة على ال R اللي قبلها اللي هي ال R0 مع المفتاح رقم 1
مش انت عندك المفتاح رقم واحد لحد المفتاح رقم 16، فتجيب المفتاح رقم واحد تعمل عليه شويه عمليات مع الار 0 اللي هي اللي قبلها على طول، اللي هيطلع تعمل له اكس اور مع ال 0 يطلع الار 1 وهكذا. طيب عايز اجيب ال 2 والار 2 بنفس الطريقه. عشان نجيب ال 2 والار 2 هكتب هنا ال 2 وار 2. ال 2 هي عباره عن ايه؟ عن ار اللي قبلها على طول. طب والار 2 هي عباره عن ايه؟ في حاجه حصلت؟ ليه اختفى كده؟ سوري. الار 2 هي عباره عن ايه؟ الار 2 هي عباره عن ال اللي قبلها على طول اللي هي ال 1، هعمل لها اكس اور مع اللي يطلع من تطبيق الداله على الار 1 اللي هي الار اللي قبلها على طول مع المفتاح رقم 2، لان ديت ار 2 يبقى المفتاح رقم 2. فتجيب المفتاح رقم 2 تعمل عليه عمليه اللي هي الاف اللي احنا هنقول عليها بعد شويه دي مع الار 1 يطلع حاجه، تعمل لها اكس اور مع ال 1 يطلع الار 2 وهكذا. طيب هنمسح دول ويبقى انا كده نرجع للبدايه خالص. انا عندي هنا ال 0 وار 0. طيب عايز اجيب ال 1. عشان اجيب ال 1 هي عباره عن ار اللي قبلها على طول، فاقوم واخد دول كده كنترول وسي واقوم حاططهم هنا، يبقى انا كده جبت الار 1 خلاص. طب عايز اجيب بقى الار 1، هجيب الار 1 ازاي؟ هقوم قايل الار 1 هي عباره عن ال L0 اللي هي ال L اللي قبلها على طول اكس اور مع داله هتطبق على ال R اللي قبلها على طول اللي هي ال R0 مع المفتاح الحالي اللي هو المفتاح رقم 1. طيب تعالى اما ننفذ الخطوات ديت بقى بالتفصيل ونشوف ايه هي الداله F دي، يعني انا بعمل ايه في الداله F ديت ما بين المفتاح وما بين ال R اللي قبلها علشان اجيب حاجه وبعد كده اعمل لها اكس اور مع ال L اللي قبلها. في حاجة مهمة جدا ان الـ R0 دي اصلا 32 بت. لما تبص على الـ R0 هي 32 بت، والـ K1 ده اصلا 48 بت. المفتاح اللي احنا جايبينه احنا جبنا 16 مفتاح كل مفتاح 48 بت، فدي 32 بت ودي 48 بت. طب ازاي هعمل عملية ما بين 32 بت و 48 بت؟ فانا اول خطوة هعملها ان انا هاخد الـ 32 بت دول هقوم احولهم لـ 48 بت عن طريق ان انا ادخل ال R0 ديت على حاجه اسمها الاكسبانشن تيبل. طيب تعالى نشوف العمليه دي بتتم ازاي. انا هروح هنا، دي الرساله بعد ما دخلتها على الانيشال بيرميوتيشن زي ما انت شايف طلع لي ال L0 وال R0. هبدا اطبق الداله اللي هي اللي قدامك دي. طيب عشان اطبقها اول حاجه عملتها حطيت ال L1 بتساوي ال R0 على طول، دي ما فيش فيها كلام. طيب الحاجة التانية هاخد بقى الـ R0 أدخلها على الـ Expansion Table اللي قدامك ده. الـ Expansion Table ده لما تعده هتلاقيه 6 في 8، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8. هتلاقيه بيكرر بعض البيتس، يعني هنا 4 5 عد كده 4 5. طيب بعد كده 8 9، هنا 8 9. ففي الاخر خالص هتلاقيه بيكرر بيتس معينه بحيث ان هو يحول ال 32 بت ل 48 بت. فاحنا هناخد الجدول ده كده كنترول وسي وهنروح هنا على النوت باد هنحط الجدول ده، وبرده هنستبدل المسافه بالكوما وهنقول له ريبليس اول، وهنيجي هنا نحط كوما ونشيل الصفوف دي. وهناخد ده دلوقتي وهنروح هنا على الاكسل. اول حاجه هعملها انا هدور على الار 0 الاول، فين الار 0؟ دي الار 0 هناخدها كده نحطها تحت. هاخد هنا بقى احط الاكسبانشن تيبل بتاعي فاقول له هاخد ده كنترول سي واروح هنا احطهم كده واكتب هنا الاكسبانشن اوف الار 0. الاكسبانشن ده معناه ان انا هجيب البت 32 احطها في الاول، وبعدين البت رقم 1 احطها في الثاني وهكذا، والبت رقم 4 و5 بيتكرروا ثاني ورا بعض. فلما نيجي نعمل ده هقول له بتساوي اتش لوك اب، هقول له ابحث عن القيمه دي، هتبحث عنها في المصفوفه دي.
عفوا، وبعد كده اثبتها باف 4، وبعد كده اقول له كوما، وهتجيب لي الصف الثاني، وهتجيب لي اكزاكت ماتش. فده كده البت رقم 32 كانت بزيرو، فضلت بزيرو. لما تسحب بالشكل ده فبقى عندك البت رقم 4 والبت رقم 5 1 0 1 0 بقى بيتكرروا، وهكذا. كذلك البت مثلا رقم 11 و12 سوري 12 و13 و12 و13 هتلاقي 0 1 0 1 وهكذا. فكده انا طلعت 48 بت من الرسالة الأصلية بتاعتي. بعد كده هجيب المفتاح رقم واحد، ده أول مفتاح أنا استخدمته هنا، المفتاح رقم واحد ده زي ما أنت شايف كده، هو كان 48 بت، هاخده كده كنترول وسي وأحطه تحت ال R0 دي أو ال expansion of ال R0 بالشكل ده. فكده زي ما احنا شايفين ممكن بقى نمسح الحاجة اللي فوق دي خالص ونكتب كده دولت ال 48 بت همت، أنا هعمل XOR للمفتاح ده مع ال expansion بتاع ال R0، يعني ال R0 عملت لها expansion فكررت بعض البتس علشان أخليها 48. فدي بقى ال 48 بت زي ما احنا شايفين كده قد المفتاح بالظبط، بس البتس متلخبطه. هاخد ال 48 بت دول كده اعمل لهم اكس اور مع ال 48 بت بتوع المفتاح دول. فانا هاجي هنا اقول له القيمه اللي هنا هتساوي، يعني كأن هنا بجيب الـ E of الـ R0 زائد اللي هي الزائد يعني XOR الـ K1. فنوسع الخلية دي شوية كده ونقول اللي هنا هيساوي، وأقول له الدالة اللي هي بت XOR اللي هي دي، هقول له هتجيب XOR ما بين القيمة دي والقيمة دي. فطبعا الـ XOR لو الاتنين متشابهين بيطلع صفر، لو الاتنين مختلفين بيطلع واحد. فهنا الاتنين دولت صفر وصفر يطلع صفر، واحد وصفر يطلع واحد. بعد كده واحد وصفر يطلع واحد، واحد وواحد يطلع صفر، وهكذا. فنسحب الدالة دي بقى كده للآخر لل 48 بت، ويبقى ده نتيجة الـ XOR ما بين المفتاح وما بين الـ expansion بتاع الـ R0. لو خدنا ده كده عشان نشوف الناتج بتاعنا صح ولا غلط، كنترول و C وأروح أحطه هنا، هشيل المسافات واستبدله بمفيش. دي كده 48 بت اللي طلعوا، هاخدهم كنترول وسي واروح احطهم هنا في البايثون واقول له هل ده بيساوي المفروض اللي يطلع هنا، المفروض اللي يطلع هنا اللي هو الناتج بتاع الكي 1 مع الاكسبنشن بتاع الار 0 اللي هو ده. كنترول وسي هنحطهم كده سوري، وفي نسيت احط الكومة الأخيرة فالكترو. فكده الاتنين دول مظبوطين. هاخد ال 48 بت اللي طلعوا دول اللي هم ناتج الـ XOR ما بين المفتاح رقم واحد والـ expansion بتاع الـ R0 واحطهم في النوت باد بالشكل ده، وهشيل المسافات. هقسم ال 48 بت دول لثمان مجموعات، كل مجموعة 6 بت. فأدا 1 2 3 4 5 6 دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية 1 2 3 4 5 6، المجموعة الثالثة 1 2 3 4 5 6، المجموعة الرابعة 1 2 3 4 5 6،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، دي المجموعة الخامسة. الستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. المجموعة السابعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. والمجموعة الثامنة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. المجموعة الأولى هاخدها أدور عليها في الإس بوكس واحد، والمجموعة الثانية هاخدها أدور عليها في الإس بوكس اثنين، والمجموعة الثالثة هاخدها أدور عليها في الإس بوكس ثلاثة، لحد المجموعة الثامنة هاخدها أدور عليها في الإس بوكس ثمانية. طب يعني إيه إس بوكس؟ الإس بوكس هو اللي قدامنا ده، زي ما أنت شايف كده. الإس بوكس ده عبارة عن أربع صفوف وستاشر عمود. فلما أنا أحب أدور على أي حاجة، أنا هدور مثلا على أول مجموعة دي في الإس بوكس واحد. فعشان أدور عليها هقوم واخد أول بت وآخر بت في المجموعة. فأول بت وآخر بت ديت هي عبارة عن صفر وصفر، أول بت بزيرو وآخر بت بزيرو. وبعد كده هقوم واخد الأربعة اللي في النص، فالأربعة اللي في النص واحد واحد صفرين. هتاخد القيمتين دول تحولهم للعشري، فالصفر صفر لما تحولها للعشري هي بصفر، والواحد واحد صفرين لما تحولها للعشري باتناشر. لو عايز تتأكد ممكن تفتح الكالك كده وتقول له حول لي واحد واحد صفرين بالنظام الثنائي، سوري واحد واحد صفرين، هيحولها لك يقول لك دي بالعشري اتناشر. فانت هتقوم رايح للصف رقم زيرو والعمود رقم اتناشر. فلما انزل في الجدول ده كده، ادى الصف رقم زيرو وده العمود رقم اتناشر موجود فيه خمسة. فاقوم واخد الخمسة دي حاططها مكان كل دول، بس بعد ما احول الخمسة للثنائي. واي رقم من دول هتحوله في اربع خانات فقط، لان اقصى رقم فيهم ستاشر. فيبقى انا هشيل كل المجموعة الاولى وهحط مكانها خمسة. بنفس الطريقة هندور على المجموعة التانية في الاس بوكس اتنين. فهنمسح دول كده وهناخد المجموعة التانية. المجموعة التانية بادئة بزيرو ومنتهية بواحد، فهنكتب هنا زيرو واحد، ده رقم الصف. والأربعة اللي في النص اللي هما واحد تلات أصفار، فالزيرو واحد دي بتعادل واحد، والواحد تلات أصفار دي بتعادل تمانية. فاحنا هندور على المجموع على المجموعة دي في الإس بوكس اتنين. فهنروح ننزل هنا كده، نروح للإس بوكس اتنين اللي هو ده، هنروح للصف الأول والعمود الثامن. فطبعا الصفوف بدأ بالصف رقم 0 1 2 3، فالصف رقم 1 اللي هو الثاني ده، والعمود رقم 8 هذا 0 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 12. يبقى نشيل المجموعة الثانية دي كلها ونحط مكانها 12. نمسح دول ونشوف المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة البت الأولى بزيرو والبت الأخيرة بزيرو، فهنكتب هنا زيرو زيرو، ده رقم الصف. واللي في النص واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة وحيد. فزيرو زيرو دي بتعادل زيرو، والأربعة وحيد دول بيعادلوا خمستاشر. فلما ندور في الإس بوكس تلاتة على القيمة اللي هي صفر وخمستاشر، الصف رقم زيرو والعمود رقم خمستاشر، يبقى بتمانية. فيبقى هنا تمانية. نمسح دول وناخد المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة المفروض بتبدأ بواحد وتنتهي بزيرو، فيبقى هنا رقم الصف واحد زيرو. وبالنسبة للعمود بتبدأ بواحد واحد صفر واحد، فواحد زيرو دي بتعادل اتنين، وواحد واحد زيرو واحد دي بتعادل تلتاشر. فاحنا هنروح في الاس بوكس اربعة ندور في الصف الثاني والعمود 13. ادي كده 0 1 2 3، يبقى الصف الثاني اللي هو ده الثالث ده، والعمود 13 ادي كده 15 14 13، يبقى 2. فيبقى هنا نحط هنا 2. بعد كده الاس بوكس 5، الاس بوكس 5 اللي هو ده، المجموعه الخامسه ديت بادئه بواحد ومنتهيه بواحد، فاحنا هنروح لواحد وواحد. وبالنسبة للصف كله صفار، للعمود كله صفار، فيبقى صفر 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 صفر. فهنا واحد واحد دي بتعادل تلاتة، وأربعة صفار دول بيعادلوا صفر. فهنروح للصف التالت بس في الإس بوكس خمسة، فهذا الإس بوكس خمسة، الصف التالت اللي هو الأخير ده،
والعمود رقم 0 اللي هو ده ب 11، فيبقى احنا هنحط هنا 11. بعد كده الاس بوكس 6، الاس بوكس 6 لما نبص عليه بادئ بواحد ومنتهي بزيرو، يبقى هنحط هنا رقم الصف 1 0، وبالنسبه للعمود هيبقى 0 0 واحدين، فالمجموعه الثابته ديت هتبقى هنا رقم الصف 2 ورقم العمود 3. فلما نروح في المجموعه الثابته او في الاس بوكس 6 نقول له روح لنا على الصف الثاني، فهذا 0 1 2 يبقى هو ده، والعمود الثالث هذا 0 1 2 3 يبقى بخمسة. بعد كده المجموعه السابعه اللي هي دي مظبوط بادئه بزيرو منتهيه بزيرو، فيبقى هنا صفرين، واللي في النص 10 10، فالصفرين دي بتعادل صفر، يبقى الصف رقم 0، وبالنسبه للعمود هيبقى العمود رقم 10. فاحنا هنروح هنا عند الاس بوكس 7 هنقول له هات لنا الصف رقم 0 والعمود رقم 10، يبقى 15 14 13 12 11 10، العمود رقم 10 ب 9. فاحنا هنروح هنا نكتب 9. بعد كده اخر مجموعه اللي هي ديت هندور عنها في الاس بوكس 8، فاحنا هناخد البت الاولى والاخيره ب 1 1، والبت اللي في النص 0 0 1 اللي هي 3 و3، فاحنا هندور عليه في الصف الثالث وفي العمود الثالث. فاما نروح على الاس بوكس 8 هنا ونقول له هات لنا الصف الثالث والعمود الثالث، فده الصف الثالث، العمود الثالث 0 1 2 3 ب 7، فاحنا هنحط هنا 7. هناخد القيم دي كده كنترول سي، ممكن احط في وسطها كومز الاول كده عشان احطهم على طول هناك. ناخد دول كده كنترول سي واروح على الاكسل اقول له انا هنا معلش احنا خرجنا خالص عن دي كده، اخر حاجه عندها كنا جبنا الاكسبنشن بتاع الار 0 مع الكي 1، فاحنا هنيجي هنا هنحط القيم اللي معانا دي. خلي بالك هنا الاكسبنشن ده كان مديلك 48 قيمه، يعني هنا لو قعدت تعدهم دول 48 قيمه. احنا بقى هناخد كل واحد من القيمه اللي احنا طلعناها ديت هنحوله للثنائي، فنقول له هنا هيساوي ديسيمال تو باينري، ونقول له حول كل واحد من دول للثنائي في اربع خانات، لان كل رقم من دول بيتحول في اربع خانات لان اكبر رقم فيهم 15 اصلا، فيطلع بالشكل ده. هتاخد القيم دي كده كنترول وسي وتروح تحطها في النوت باد وتقول له يشيل لك المسافات، وبعدين برضو نقول له استبدل لنا بقى الزيرو بزيرو كوما، واستبدل لنا الواحد بواحد كوما. لو انا بقى خدت دول كده وحطيتهم في الاكسل بالشكل ده، فبقى عندي 32 بت فقط لو عديتهم واحد اتنين اهمت لحد دولت كده 32 بت فقط اللي هم اللي طلعوا من الاس بوكسز اللي انا دورت فيه. لو خدتهم برضو كلهم ورا بعض كده وشفتهم بيساووا من اللي في البحث ولا لا علشان نتاكد من النتائج بتاعتنا، هناخد ده كده نشيل المسافات واقوم قايل له هات لنا دول كنترول سي واقول له حطهم في البايثون هنا واقول له ده بيساوي، واقول له اللي في البحث بقى هنا ناتج البحث في الاس بوكسز كلها ان انا خدت المجموعه الاولى بحثت عنها في الاس بوكس 1 والمجموعه الثانيه بحثت عنها في الاس بوكس 2 وهكذا، فطلع بالشكل ده. لما اخد دول كده كنترول وسي واقوم رايح حاططهم هنا برضو استبدل المسافات بما فيش وادمج دول مع بعض، اشوف بقى دي كده بتساوي اللي انا طلعتها ولا لا، فقال لي ترو، يبقى احنا كده شغالين صح. فكده يبقى ال 32 بت اللي انا طلعتهم دول كده مظبوطين مفيش فيهم اي مشكله. هناخد بقى ال 32 بت دولت ندخلهم على جدول اسمه جدول البي.
فجدول البي ده المفروض ان هو بياخد ال 32 بت دولت يلخبطهم. فلما نروح هنا هناخد الناتج ده هندخله على جدول البي ده، فده هيطلع 32 بت برضه من غير اي مشاكل. نحط الجدول ده قدامنا اهوت، ونستبدل المسافات بالكومه وندمجه مع بعضه كده الصفوف دي كلها. لما ناخد دول كده كنترول وسي واحطهم هنا واقول له لخبطهم، فهو زي ما انت شايف كده بنفس الطريقه اللي احنا عملناها كتير، هيجيب البت رقم 16 يحطها اول بت، البت رقم 7 ثاني بت وهكذا. فنقول له هنا اتش لوك اب واقول له دور لي على البت دي اللي هي 16، هتدور عليها في الجدول ده. F4 وبعدين كوما واقول له هتجيب لي الصف الثاني و فولس، فالبت رقم 16 بزيرو وهي فعلا هنا بزيرو اهيت. بعد كده البت رقم 7 بزيرو، فزي ما انت شايف كده هيكمل معاك الجدول على طول. فكده يبقى ده ال 32 بت الناتجين بعد ما انت طبقت اللي هو جدول البي على الناتج من الاس بوكسز اللي احنا طلعناها. واللي طلع قدامنا ده بقى هو ده نتيجة الدالة F. يعني لو انا ظللت كده ده بأصفر عشان ابقى عارف الحتة اللي احنا واقفين عندها كله، وقمت راجع كده فوق، افتكر كده واحنا بنكتب التعريف ان انا بقولك الـ R1 بتيجي ازاي، ان انا بطبق دالة F على الـ R0 والـ K1. فانا جبت المفتاح وبعدين جبت الـ R0 عملت لها expansion وعملت لها XOR مع المفتاح، بعدين قسمتها لمجموعات 8 مجموعات كل مجموعه 6 بت، وبحثت عنهم في الاس بوكسز من الاس بوكس 1 للاس بوكس 8، طلعوا لي 32 بت، دخلتهم على البي اللي هو البرميوتيشن ده، فقام طلع لي الناتج 32 بت. ال 32 بت دولت هعمل لهم اكس اور مع ال L0، فارجع فوق كده اجيب ال L0 اللي كانت عندي دي، اخدها كنترول سي واقوم نازل لتحت خالص عند الاصفر اللي انا كنت مظلله ده اهوت. هنعمل اكس اور ما بين الاثنين دول، ده كده ناتج الداله اف اللي هو بعد ما طبقت الجدول بي. فهنقول له هنا هيساوي واقول له بت اكس اور واقول له ما بين اللي هنا واللي هنا. لما نشد ده كده يطلع لي 32 بت، ال 32 بت ديت هي ال R1. كده بقى عندك انت ال L1 وال R1، تقدر تحسب ال L2 وال R2 بنفس الطريقه. فزي ما انت طلعت كده ال L1 وال R1 اهم، ودولت انت لسه حاسبهم بالكامل، هتقدر تجيب ال L2 وال R2. فهتقول له بعد كده بنفس الطريقه بالظبط ان ال L2 هي عباره عن ال R اللي قبلها على طول اللي هي ال R1، وبعد كده هتقول له ال R2 هي عباره عن ال L اللي قبلها على طول اللي هي ال L1، هعمل لها اكس اور مع، هطبق داله الداله ديت ما بين ال R اللي قبلها على طول اللي هي ال R1 مع المفتاح الحالي اللي هو المفتاح رقم 2. والمفتاح رقم 2 هو المفتاح اللي انت كنت مطلعه في الاول خالص اللي هو كان فوق خالص اللي هو ده مفتاح رقم 2. وتعيد بقى نفس الخطوات ديت 16 مره لغايه لما توصل لل R16 وال L16. نجيب كده هنفضل بقى نعيد نفس الخطوات دي لحد ما اوصل في الاخر خالص للـ L16 والـ R16. بعد ما تطلع الـ L16 والـ R16 تقوم عاكسهم، فتقوم جايب الـ R16 الناحية دي والـ L16 الناحية دي وتقوم حاططهم جنب بعض. فالمفروض ان كل واحدة من دولت 32 بت، فلما تحطهم جنب بعض بقوا 64 بت. ال 64 بت ديت هي عباره عن الرساله بتاعتك، هتقوم مدخلها على جدول اسمه الاي بي ماينس 1 او الفاينل برميوتيشن. الفاينل برميوتيشن ده اول لما
هتطبقه على الرسالة بتاعتك فهيلخبط ترتيب البيتس زي ما احنا تعودنا كتير قبل كده، فيجيب البيت رقم 40 اول بيت، والبيت رقم 8 تاني بيت، والبيت رقم 48 تالت بيت، وهكذا لغاية اخر بيت البيت رقم 25. وبكده تبقى هي ديت الرسالة المتشفرة. وبكده نبقى احنا خلصنا الدس وخلصنا كل المراحل اللي هي الخاصة بتشفير الرسالة. تعالى ما نرجع الخطوات سريعا. اول حاجة بنعملها ان احنا عندنا الرسالة وعندنا المفتاح. اركن الرسالة على جنب وهات المفتاح. المفتاح 64 بت، هتدخله على البي سي 1 هيطلع 56 بت. هتحذف كل البتس اللي هي الثامنة والستاشر والاربعة وعشرين، يعني كل مضاعفات الثمانية هيتحذفوا والبتس دي هتتلخبط تماما. بعد ما تدخله على البي سي 1 هيطلع معاك 56 بت، هتقسمهم 28 بت هتسميهم سي 0 وال 28 التانيين هتسميهم دي 0، وبعد كده هتعمل عليهم ليفت شيفت بالشكل اللي احنا قايلين عليه ده، واحدين ست اتنينات واحد ست اتنينات واحد. بعد لما هتعمل الشيفت ليفتس ديت هتاخد من اول الكي رقم واحد لغايه الكي رقم 16، هتدخل كل واحد فيهم على البي سي 2 اللي هو بالشكل ده، فهيتلخبط البيتس وهيتحذف منهم 8 تانيين، فيطلع مفتاح 48 بت لكل واحد، فبقى عندك 16 مفتاح كل مفتاح 48 بت. كده انت ال 16 مفتاح اللي معاك دولت هتحطهم على جنب وتبدا تشفر في الرساله. فاول لما تجيلك الرساله على طول تقوم مدخلها على الانيشال برميوتيشن. الانيشال برميوتيشن هيقوم بيلخبط لك الرساله تماما. بعد ما يلخبطها تقسمها ليفت ورايت، الليفت هيبقى 32 بت والرايت 32 بت. وبعد كده تبدا تطبق المعادله اللي قدامك ديت، انك انت هتجيب ال L1 وال R1 وال L2 وال R2 وال L3 وال R3. كل R من دولت هيتحسبوا ازاي؟ ال L اللي عليها الدور هي عباره عن ال R اللي قبلها على طول، وال R اللي عليها الدور هي عباره عن ال L اللي قبلها معمول لها اكس اور مع اللي يطلع من داله. الداله ديت بتطبق على الار اللي قبلها مع المفتاح الحالي، يعني لو انت في الراوند الثانيه يبقى المفتاح الثاني، في الراوند الثالثه يبقى المفتاح الثالث من ال 16 مفتاح اللي انت جبتهم قبل كده. فهتفضل تطبق ده 16 مره. طيب الداله دي بتطبق ازاي؟ المفتاح ده 48 بت والار ديت عباره عن 32 بت، فاخد الار ادخلها على الاكسبانشن تيبل فقامت مطلعة لي من ال 32 48. بعد ما طلعت لي ال 48 قمت عامل لها اكس اور مع المفتاح، فلما عملت لها اكس اور مع المفتاح طلعت لي 48 بت. ال 48 بت هقسمهم لجروبس، كل جروب عباره عن 6 بت، فبقى عندي 8 جروب كل جروب 6 بت. ال 8 جروب دولت هاخد كل جروب ابحث عنه في الاس بوكس المناظر له. فاول جروب هبحث عنه في الاس بوكس الاولاني، تاني جروب هبحث عنه في الاس بوكس الثاني، لغايه اخر جروب هبحث عنه في الاس بوكس الثامن. بعد ما اضلع النتائج من الاس بوكس فبقى عندي 32 بت تاني. ال 32 بت دولت هقوم مدخلهم على الجدول اللي هو اللي هيلخبطهم، فهدخلهم على جدول البرميوتيشن اللي هو البي ده، فهيلخبطهم ويطلع لي 32 بت متلخبطين خالص. ده نتيجه الاف. هاخد اللي يطلع من هنا هقوم اعمل له اكس اور مع ال L اللي قبلها على طول، فهيطلع لي 32 بت. فبقى كده عندي ال R وال L، حسبت ال L وحسبت ال R، ف L1 R1 L2 R2 L3 R3 لغايه L16 R16. اول ما اطلع L16 و R16 ابدلهم، بعد ما ابدلهم بقى عندي 64 بت جنب بعض، او مدخلهم على الفاينل برميوتيشن اللي هو الاي بي ماينس 1، هيطلع لي على طول الرساله المتشفره. بعد ظهور الدس على طول بدا الخبراء يقيموها. فاول من بدا بتقييمها كان ديفي وهيلمان، ودول طبعا من الناس المؤسسين في مجال التشفير. فقالوا ان الدس طبعا بتخضع بسهوله جدا للبروت فورس اتاك، لان انا كل اللي انا محتاجه ان انا اجرب 56 بت فقط، يعني المفتاح الفعلي 56 بت مش 64، لان انا في الاول خالص بقوم حذف 8 بت منه. فلو انا قدرت اطور كمبيوتر، الكمبيوتر ده فيه مليون بروسيسور والكمبيوتر ده يقدر يجرب مليون كي في الثانيه الواحده، فانا بسهوله ممكن ان انا اكسر الطريقه اللي هي بتاعه الدس. طبعا اقترحوا ان هم يعملوا المشروع ده ب 20 مليون دولار، لكن المشروع ده طبعا ما كملش، ما مشاش يعني.
جه بعد كده في سنه 98 جون جيلمور مع فريق بحث خاص بيه اسمه EFF اتكلمنا عليه فوق، قدروا يصمموا كمبيوتر ب 220 الف دولار. الكمبيوتر ده عباره عن 27 بورده، كل بورده عليها 64 بروسيسور، والكمبيوتر ده يقدر يجرب 90 بليون كي في الثانيه الواحده، يعني 90 مليار كي في الثانيه الواحده. فطبعا الكمبيوتر ده كان سريع جدا وسموه ديب كراك، فقدروا ان هم يكسروا الدس في 4 ايام ونص. بالرغم من التصميم ده والافكار دي الا انها ما كانتش مقبوله بالنسبه لكثير من الخبراء، فكان في روبرت ليت قال لك ان ده ما يعتبرش ابدا اختراق ناجح للطريقه، لان انت بالفعل انت اللي انت عملته بالظبط، لان الكمبيوتر ده مش موجود عند كل الناس ولا موجود في مراكز الشرطيه ولا المخابرات ولا اي مكان من الاماكن اللي هي محتاجه الكمبيوتر ده عشان تكسر الرسائل. بالاضافه الى كده ان هو الكمبيوتر بالمواصفات ديت انت كانك انت استخدمت 14000 بنتيوم كمبيوتر شغالين 4 شهور كاملين علشان تكسر رساله واحده فقط، فده طبعا ما هوش عدل ابدا. بوضع الاختراق اللي حصل في الاعتبار، فطبعا بقى الحل بالنسبه لهم ان هم يزودوا حجم المفتاح يبقى اكبر من 2 أس 56 احتمال. فقالوا احنا بدل ما نخترع طريقه جديده، وخصوصا ان الدس طريقه ناجحه جدا وخصوصا انها بتواجه الديفرنشال اتاك اللي ما كانش معروف اصلا وقت اختراع الدس، يعني الديفرنشال اتاك ظهر بعد كده، ولما ظهر جم يجربوه على الدس لقوا ان الدس تقدر تواجه الديفرنشال اتاك، فبالتالي الدسم تعتبر طريقه ناجحه جدا مش محتاج ان انا اغيرها. فاخترعوا التريبل ديس او الثري ديس اللي هي اساسا فكرتها انك انت تشفر بمفتاح وبعدين تفك التشفير بمفتاح غلط وبعدين تشفر بنفس المفتاح الاولاني، فكانك استخدمت مفتاحين مختلفين، والمفتاحين لما تحطهم على بعض هيبقى طولهم 112، فانت هتبقى محتاج انك انت تخترق عدد من المحاولات 2 أس 112. وطبعا لما بعض الباحثين قالوا برضو ان هو بنفس الطريقه زي ما صممنا الكمبيوتر التاني اللي هو الديب كراك نقدر نصمم كمبيوتر جديد يجرب مفاتيح اكتر ونقدر نخترق التريبل ديس، فكان في احد الخبراء اللي هو بروس سكينر قال الجمله مشهوره جدا ان لا يوجد سيليكون يكفي داخل المجره، او ان هو الوقت مش من دلوقتي لغايه يوم القيامه مش هيكفي ان احنا نخترق التريبل ديس.